مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في أول عدد من برنامج كرسي الاعتراف لهذا الموسم. هذا العدد الذي سيكون خاص على اعتبار أننا سنستضيف واحد من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الجزائرية في العشرية الأخيرة، لاعب عرف بأخلاقه قبل فنيته وبتواضعه قبل أهدافه. نترككم تتعرفون عليه في هذا التقرير مع الزميل كريم شاعر. عبد المؤمن جابو نجم انسطع بريقه في سماء الساحرة المستديرة، بارع مميز وموهوب من طينة الكبار، فنان خط بموهبته سطور الإبداع فوق المستطيل الأخضر، استحق أن يلقى الثناء بعدما حقق الاستثناء طيلة مشوار حافل بالألقاب والتتويجات. من صلب الإبداع خرج ساحر الميادين، وبين أحضان الموهبة نشأ وترعرع معشوق المتيمين، فكان تألق عنوانا بارزا في مسيرة أحد أفضل ما أنجبت جزائر الكرة في قرنها 21. في معقل المواهب وفاق الصيف، استهل الفتى الساحر مسيرته في عالم الكرة، ينتقل بعدها معارا إلى نادي مولودية العلم الذي حمل ألوانه لموسم واحد فقط، وبذات صفة انتقل للعب لصالح فريق اتحاد الحراشة. وهناك فجر جابو العرب كامل طاقاته وقدراته بين جنبات ملعب لافيجري. بعدها كان الموعد مع العودة إلى فريق القلب. عودة جابو إلى نادي وفاق الصيف كانت موفقة بكل المقاييس، كيف لا وهو الذي قاد النسر الأسود للتتويج بثنائية البطولة والكأس، فكانت الثنائية بمثابة إنجاز تاريخي لعشاق اللونين الأبيض والأسود. بوصلة الاحتراف قادت جابو نحو بلاد قرطاج، أين انضم اللاعب إلى نادي الإفريقي التونسي في تجربة ناجحة وبدرجة امتياز. على صعيد المنتخب الوطني، يعد جابو أحد صناع ملحمة العبور إلى ثاني الأدوار في مونديال البرازيل، ويكفيه فخرا أنه هز كيان الألماني بهدف سيبقى راسخا في الأذهان. هو بالمختصر مفيد، فنان عزف أحلى الأنغام الكروية بين أسوار الملاعب والميادين، وأثبت أن السلم الموسيقي لا يكتمل إلا بتواجد حرفين من حروف الإبداع هما جابو. إذن مشاهدينا الكرام، ضيفنا اليوم هو نجم المنتخب الوطني والنادي الإفريقي التونسي عبد المؤمن جابو. عبد المؤمن مرحبا بكم، شكرك على تلبية الدعوة. يعطيكم الصحة، السلام عليكم. يعطيكم صحة، يعني الترحاب هذا اللي لقيناه اليوم في قناة شروق، وتحية كبيرة للمتتبعي قناة شروق. أكيد عبد المؤمن، قبل ما نبدأ نحكي معك على مسيرتك، راح نحكي على الإصابة اللي تعاني منها، تحبين نعرف وين وصلت، يعني آخر الأخبار دا. الحمد لله، دوكا كما يقولوا عندي 5 موا ملي درت العملية في تونس، الحمد لله راني نحس روحي تحسنت بزاف، ما بقاليش يعني باش نولي صايب بديت نجري وهذاك، ما بقاليش بزاف، ان شاء الله ندخل في الجروب ان شاء الله. وكتاش يعني راح تكون العوده هذه، يعني وكتاش مقرره؟ هي نورمالمون واحد اليومين نقدر نطلع لتونس ان شاء الله، نعاود ندير فيزيت على الجونو تاعي ونشوف الطبيب واش هو اللي ديسيدي واش يقول لي دير. يعني وكتاش راح تكون يعني واحد 5 ايام ماكسيموم ان شاء الله ندخل في الجروب، ماشي باش نبدا نلعب. وكتاش عاود تولي للميادين؟ ما بقاش بزاف ان شاء الله، ما بقاش قد اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله. المهم، كيفاش عشت الفتره هذه كامل متابع 5 اشهر متابعين على المستطيل الاخضر؟ والله يا اخويا واش نقول لك، احنا كره القدم هذه شغل كبرنا بها وكبرنا معها، بس ما 5 شهور ما تلعبش تتوحش شويه، سوتوك تكون تفرج تشوف صحابك يلعبوا وانت يعني مبليزه ما تقدر دير والو، يعني توحشت بزاف الميادين، توحشت بزاف كره القدم. ما كما كنت نقول لك ما بقاليش بزاف ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى تعاود ترجع افضل من ما كنت ان شاء الله يا ربي. يعني ان شاء الله. المهم، الحدث غدا راح يكون مباراه المنتخب الوطني مع تنزانيا في تصفيه كاس العالم، كيف تتوقع تكون هذه المباراه؟ هي دون شك هي راح تكون مباراه قويه، سورتو لي زيكيب هذو اكتعرف كي يلعبوا مع المنتخب الجزائري ديما يحبوا يظهروا مردود قوي. مين نظن باللي عنا يعني التشكيله تاعنا، عنا اللاعبين يعني اللي على بالهم مش راهو يستنى فيهم ان شاء الله، ونظن باللي نجموا يتخطوا
منتخب تنزانيا ان شاء الله. خاصه انه مباراه الاياب راح تكون 3 أيام بعدها فقط هنا في الجزائر. ايه صحيح، يعني هما ان شاء الله احنا يعني الماتش الاول نصيري وان شاء الله كاليفيكاسيون من الماتش الاول ان شاء الله. ان شاء الله. عبد المؤمن اكيد كي نحكيو على المنتخب الوطني راح نحكيو عليك، الكثير يقولوا بلي انت ماكش محظوظ مع المنتخب الوطني. والله والو، انا نقول سي فري سورتو مع الدوبي، يعني الدوبي تاعي كان صعيب شويه مع المنتخب، مي الحمد لله يعني مع مرور الوقت يعني بشويه بشويه كشت يعني في الكاس العالم لعبت 2 ماتش ولا 3 ماتش، يعني مش اي لاعب ينجم وسجلت الاحسن حارس في العالم. الحمد لله يعني كشفت، يعني سجلت هدفين اللي كانوا سرتو الهدف يعني التاي مع كوريا، يعني مش غير انا ما احنا مربع، وكان يعني بعد ما كنا خسرنا البريمير ماتش مع بلجيك، تعرف شغل تلعب بريمير ماتش تاعك تيتولير في كوب دي موند ماهيش سهله، مي راك تعرف من بعد كي مشى المدرب هذاك المدرب حليلو زيج، جا المدرب جديد كان عنده خيارات اخرين، مي الواحد مالغري راني بليسي مي مازلت ان شاء الله حاب نرجع المنتخب وان شاء الله نرجع ان شاء الله. ان شاء الله. نحكيو على خليل وزيز قبل ما نلعبوا المدرب الحالي، نحكيو على خليل وزيز، في البدايه كانت علاقتك تقريبا متوتره مع اهلك، في الاخر يعني انتهت العلاقه تاعك، يعني رجعت انت اللاعب المدلل تاع خليل وزيز. يعني هو من الاول يعني هو كان خليل وزيز يعني من نهار جا ما كان يحبني هكذا، مي الفرصه تاعي كانت سرتو مع داني، قلت لك مع الدوبي ما جاتنيش، مي مع الوقت مع الخدمه وسرتو معاه هو ولا شغل عرف باللي ما نقدر نلعب في المنتخب واعطاني يعني عبد المؤمن. كثير يقولوا انه المدرب الاجنبي يحقر اللاعب المحلي، لكن لو كان نوليو الواقع نشوفوا انه المدربين المحليين هما اللي كانوا يحقروا اللاعب المحلي قبل ما يجيو الاجانب. بيان سير، يعني هما لي زونترنور كل واحد عنده الخيارات تاعو، كل واحد عنده لا تكتيك تاعو كيفاش يحب يلعب. سي فري، يعني انا نظن باللي حتى يعني كانوا كما قلت مدربين محليين، وكانوا لي جوار كانوا عنا لي جوار يعني كانوا قادرين يلعبوا في المنتخب وما لعبوهمش. يعني البدايه كانت من عدم، لانه الكثير اسمح لي فقط، الكثير يقولون عبد المؤمن جابوا سنه 2010 في مونديال جنوب افريقيا كانت على الاقل عنده مكانه في تشكيله في قائمه 23. يعني هذا راي الجمهور، انا ما نحبش نتكلم على روحي بزاف، باسكو 2010 كنت نلعب في اتحاد الحراش، وكنت يعني كنا يعني درنا عام مليح سيرتو العام تاع 2009 2010 مع اتحاد الحراش، سي بور سا بالك الشعب كان يستنى فيا مع المنتخب. مي مدرب يعني تجربة صراحة، يعني حسيت روحك بلي تحقرت في كأس العالم هذيك. والله ما نقول لك، والله ما كنت يعني باسكو كنت صغير شوية فاهم، ما حسيتش يعني ما حسيتش روحي تحقرت. بعدها يعني بدايتك مع المنتخب الأول أعتقد كانت في عهد عبد الحق بن شيخة. فوالا، كنا احنا يعني مع المنتخب المحلي مع بن شيخة كاس افريقيا في السودان، كاس افريقيا في السودان، ومن بعد كاس افريقيا تاع السودان مشى هو حكم، يعني حكم المنتخب الوطني الاول، كان استدعانا احنا في 5 ولا في 6 جوار يعني، وكان البريمي ماتش تاعي يعني مع لوكسمبورغ شوط واحد، انت كنت تلعب شوط واحد في هذيك المباراة. عبد المؤمن يقولون انه صارت لك حادثة طريفة في اول التحاق لك بالمنتخب الوطني الاول في عهد عبد بن شيخة، واللاعبين واش طلبوا منك لما جيت انت للمنتخب؟ اول مرة جيت للمنتخب كانوا طلبوا منك طالب غريب. هو مش طالب غريب، يعني هي كل جوار يدخل المنتخب جديد عندنا واحد العادة هكذا، يعني هي عاد مليحه سما كان بين الجوار يحس روحه باللي ديجا راهو في الجروب، ديما الجوار كي تخرج تقول له غني فاهم، طلبوا مني نغني. هذه قلت نرجع للصيف وما غنيش. هيك تعرف جديد في ليكيب ناسيونال مع الحشمه هيك تعرف. نرجع لك للمدرب الحالي غور، كيف نعرفوا انه صارت لك بعض المشاكل معه بعد نهايه امم افريقيا، هل طويت صفحه الخلافات مع المدرب هذا؟ بيان سور، انا مانيش الحمد لله ما مدرب هذا ما عندي حتى دوك، يعني نحكي دوك ما عندي حتى مشكل معاه، باسكو تعرف انا نهار هدرت كون هو ما هدرش يعني فيا قبل، ما انا تاع الناس الكل تعرفني باللي ما خاطيني الحوايج هذو،
مي دوكا تجاوزنا هذيك المرحله و... هل كان يعني عندك لقاء معه ولا اتصال معه بعد يعني خاصه بعد الحوار اللي دليت بين ده؟ لا من هذاك الوقت ما كان عندي حتى كونتاكت معه، غير يعني المدرب المساعد يزيد منصوري تسمى ديما يعيط لي، ديما يبعث لي لي ميساج، ديما يسقسي عليا على البليسير تاعي. ومن القائمة الأخرى تاع المنتخب الوطني 25 لاعب، فيها لاعب واحد محلي فقط باستثناء حارس المرمى دوخة وعسلة، فيه زيتي فقط، تشوف أنه اللاعبين المحليين حاليا ما كاش لاعبين اللي يقدروا يكونوا في المنتخب الأول؟ والله أنا نظن باللي كاين يعني عندنا لاعبين يقدروا يكونوا في المنتخب، مي راك تعرف حتى احنا عندنا يعني دي جوار يلعبوا في دي جرون كلوب في الأوروب، راهم يلعبوا عندهم اسماواتهم. نظن هذه هي الحاجه اللي يعني خليت المدرب يسمي كونفوكي حتى جوار هنا من البطوله الوطنيه، مي نظن باللي كاين كعنا لي جوار اللي يقدروا يلعبوا في المنتخب الاول. عبد المؤمن، يعني احنا عندنا في جاره العاده في الحصه عندنا بعض الاسئله، راح نشوفوا اول سؤال هو اللاعب الدولي السابق ناصر بويش عنده سؤال ليك، نشوفوه ونعاودوا نرجع. صح مش لاباس، بغيت نعرف برك كيفاش بعد العمليه الجراحيه كيفاش سي باسي لا ريدوكاسيون تاعك، اسكو لا ريدوكاسيون تاعك سي بيان باسي؟ نعرف بار اكسبيريونس ان بو لا ريدوكاسيون هي الصح ابري ان بليسور دان جونو سورتو دان ليغام. بون نوجه له تحيه شيخنا يعني ناصر بويش. بالنسبه للجنو تاعي كما كنت نقول لك الحمد لله لاديكاسيو كانت صعيبه شويه، وراك تعرف باللي لي غامو كروازي ماهي سهله سورتو في لاديكاسيو سورتو في الدوبي تاعها، مي دوكا الحمد لله نحس روحي باللي راني تحسنت بزاف وبديت نجري، كاين حوايج بزاف يعني بديت نتحسن فيهم بزاف الحمد لله يا رب. عاودت ترجع المهم مؤخرا كاين بعض الصحف التونسيه يعني كانت طاولت عليك وقالت بلي انت اصبت في يعني في مدينه سطيف وجيت للافريقي مصاب، يعني كنت لعب دوره ما بين الاحياء وجيت للافريقي مصاب يعني وخبيت الاصابه تاعك عليها. يعني هذه والله يعني واش راح نقول لك، كلام هذا نهار خرج يعني صح قلقني بزاف، بعد عرفت المصدر تاعو منين ولا ولات بنت لي شغل حكايه فارغه، فاهم؟ باسكو الانسان هذا اللي خرج فيا الهضره هذه ما نجبدوش انا، باسكو التوانسه يعرفوه الانسان هذا، انا ما تقدر ما نتفاهمش معاه. سما من نهار هو كان معانا في اداره النادي الافريقي ما نتفاهمش معاه، وهو اللي خرج فيا يعني هذا الهضره، باسكو يعني مش غير هذه الحاجه برك، هو هضر فيها حوايج بزاف. مين نقولوا ربي يهديك دوكا ما عادش معنا، سما دوكا ماهوش في النادي الافريقي. النادي الافريقي حتى يعني انا قبل من يعني في النادي الافريقي هذا العام كون كان هو مازال يعني في الاداره كنت من ما تجيش العقد، سما كي لقيته باللي راح وليت عاود. الاتحاد العاصمه اللي خسر مؤخرا نهائي دوري ابطال افريقيا، في رايك واش خص الاتحاد باش كان يخلف وفاق سطيف هذا اللقب؟ والله يعني واش راح نقول لك، احنا كنا حابين يعني الاتحاد يدي البطوله هذه، مي الله غالب يعني ما نكذبوش يعني لعبوا طاحوا في نادي كبير ونادي مازامبي، يعني اكشتهم كيفاش يلعبوا يعني ايكيب بروفيسيونيل، جاوا هنا فرضوا اللعب تاعهم حتى يعني هنا في الجزائر، يعني تشوفهم اديس وكيفاش يلعبوا، يعني شو غنقولهم يعني شوف هما لي غران كلوب ماشي هو ما خسروا سي فري خسروا الماتش هذا خسروا الفينال، انا واش انا نعرف لي غران كلوب كيما مازامبي العام اللي فات خرج الدمي فينال مع وفاق سطيف سنه هزتها سنه ديتها، تسمى لي غران كلوب جامي يفشلون، انا نطلب منهم ان شاء الله يعني سواء اللاعبين ولا المسيرين تاع اتحاد العاصمه يفو با يفشلوا ويعاودوا ان شاء الله وكوبا العام الجاي ان شاء الله يديوها ان شاء الله. يقولون الاتحاد العاصمه خصو لاعب مثل يوسف بليلي، واش رايك وصل لهذا اللاعب مؤخرا؟ سي فري يوسف بليلي عنده وزن كبير يعني في التشكيله تاع اتحاد العاصمه، وانا كنت قلتها يعني
هكذا كنت تفرج قلت لهم يعني كون كان جا بليلي معاهم نظن باللي 90% يديوها البطولة هذه. مي واش صرا له يعني ان شاء الله نتمنوا له شام لقيت والله يعني يوسف وخويا ولعب معنا في تونس يعني مالقري ما لعبش معايا في وكان في الطرجي لعب يعني في نادي واحد اخر مي كنا نتلاقى وهكذا نشربوا قهوه مع بعض نتعشوا مع بعض يعني نهار صرات له المشكله هذه يعني تقسنا بزاف مي يعني متى لقيت نقول له يعني يا ربي يصبروه خلاص. ومن واش راك في اللاعبين اللي يلجؤوا لمثل هذه الطرق باش يرفعوا المستوى تاعهم واش من نصيحه تقدر توجهها لهم؟ يعني كي قلت لي باش يرفعوا المستوى تاعهم نظن بليلي يعني مش هذه الحاجه اللي رجعته يعرف يلعب يوسف بليلي يعرف يلعب بلا هذا بهذه الحاجه. وانا نقول انا سمعت بلي كاين دي جوار ثاني يديروا نقول لهم ربي يهديكم وخموا شويه على لا كارير تاعكم خموا شويه على العائله تاعكم ونتمنى ان شاء الله يتفادوا مثل هذه الامور. المهم راح نرجعوا للاسئله راح نشوفوا سؤال نبداو بمناصري وفاق سطيف راح نشوفوا اول سؤال المناصري نعاودوا نرجعوا. مومو شوينا زواري شتي بزاف. يعني شتي بزاف لي جوار انا لي جوار كل صحابي وكل نشتيها. وحدد لك يعني وطلب منك لاعب واحد فقط. وين في البطوله الجزائريه؟ يعني والله انا بزاف يعني اصحابي يلعبوا معايا انا في البطوله الجزائريه والله ما مش حكي ونحكيو عالميا نقولوا عالميا. انا نحب كزافي ماشي ميسي. ياسي ميسي ما كاش اللي ما يحبوش اللي ما يحبش ميسي ثم ما يحبش الكره القدم فاهم. مي واحد يعجبني اللعب تاعه هو كزافي. صافي حكينا على ميسي نحكيو على برشلونه الكثير يتجاهلوا انك انت في وقت من الاوقات يعني كنت تحت انظار هذا النادي مو منها صحيح انه اداره برشلونه يعني كانت عندك يعني عرض من هذا الفريق لما كنت في الفئه الصغرى. يعني كنت فئه اصغر كنت نلعب في اتحاد سطيف الفريق الثاني في مدينه سطيف. كان عندنا جوبيلي تاع واحد لونسان جوار هكذا يقولوا له قطاف ربيع كانوا داروا كاميرات هكذا وداروا فيديو كاسيت فيديو وكان واحد يعني يسكن في المدينه تاع سطيف هز الكاسيت وداها لاداره نادي برشلونه شافوها جاوني حتى لسطيف تسمى كاين كونتاكت. وبعد ما مشاتش وبعد الوالده تعرف ما كنت صغير هكذا ما حبيش تخليني نروح. ايه تعرف شغل جاوني حتى للدار وقعدوا تقريبا سمانه هما قاعدين في سطيف يستناو في لا ريبونس تاع الدار وكل يوم يجيو كل يوم يجيو هذاك ما الوالده قالت لهم ما كانش وفي النهايه ما كتبتش ما كتبش مكتوب ربي. راح نعاودوا نرجعوا للاسئله المهم نشوفوا السؤال الموالي ونعاودوا نرجعوا. انا شتي ناس ملاح طفيل ظريف لاباس به ويعني بارك الله فيه هذا هو. هذا البركه كما نقولوا هنا البركه تاع الحومه تاعنا الله يبارك. هذا في الحاج في عمره 97 سنه يحبني من يسمع بيا جيت كي نكون في تونس يسمع بيا بلي جيت لسطيف مسكين يبعث لي ولادو ولاد ولادو هكذا نروح نلعب معاه الضامه في الدار ما يحبني هذا الشيخ. وحاب يطرح عليك زوج اسئله نسمعوا الاسئله تاعو نسمعوا السؤال الاول تاعو ونعاودوا نرجعوا. سي موموش ماذا بيك تقول لي واش من حاجه شتيها؟ نشتيك انت نحبه هو هذا الشيخ هذا نحبه بزاف باسكو انا قلت لك هو البركه تاع الحومه تاعنا الناس الكل تحبه يشتي يقصر يضحك ونتمنى له ان شاء الله ان شاء الله كل خير ان شاء الله. يعني مو متغير فيك ولا شيء يعني من الاحياء الشعبيه حتى النجوميه ما تغير فيك ولا شيء؟ مش حبيت يتغير يا خويا احنا يعني قلت لك الناس اللي تعرفني انا صحابي تاع بكري هما صحابي تاع دوكا الريح في الحومه تاعي الناس كل تعرف الحومه تاعي اسمها حي شعبي الناس كل تعرفه في سطيف
ما واش راح يتغير، لازم هذه هي الدنيا، لازم كما كنا كما راني دوكا. جابو قد جابو. احنا عاود نرجعوا مره اخرى للاسئله. احنا عرفوا انه من بين اصدقائك المقربين هو هشام بوعود صديقك المقرب، راح يطرح عليك اول سؤال نشوفوه ونعاود نرجع. اولا نحكي لنا على مغامره نادي سيون كما رات مكارم ويحيى، وكيفاش ما تمتش هذيك الصفقه ولا ما نجحتش؟ يعني هي ماشي ما نجحتش، هي نجحت يعني المغامره تاعي في سيون، باسكو انا كنت ستاج مع وفاق سطيف، كنا في تين، ومن بعد جاني كان مناجير تونسي تارق لي نوجهلو تحيه، هو اللي جاني يعني التين وين كنت ستاج مع وفاق سطيف، ومن بعد رحنا لسيون، درت تجارب فما، درت لي تيست وكنت نجحت. يعني كنت لعبت نص ساعة، يعني لعبنا ماتش أميكال لعبت نص ساعة ونطلع نرقى لهم جوار ذات سينيو لوذوكا، وكنت سينيت كونترا. ومن بعد راك تعرف في لاسويس الشامبيون تاعهم تلعب في العام تلعب جوج خضرات، اللي يلعبوا الي روتور في الشتاء والي روتور في ربيع. عندهمش فارق بزاف. ما عندهمش، عندهم دي كلوب نورمالمون ولا. ومن بعد انا كنت ديجا، هما كانوا بداو يلعبوا، وانا راك تعرف نحب نلعب، ما حبيش نصبر، وليت هبط في نادي سيون. كان معك اعتقد حارس المصري عصام الحضري. كان معايا عصام الحضري، وكان معايا سيريدي، يعني اللاعب سابق لوفاق سطيف ولعب في الكوت ديفوار. كيفاش كانت علاقتك مع عصام الحضري؟ باسكو كنا احنا بريسك، احنا بركلي عرب، يعني هو كان مصري وانا جزائري، كنا نتلاقاو ديما نتقابلوا ديما، يعني انا وياه كانت عندنا علاقه يعني جيده انا وياه. اليوم ما ندمتش انك تركت سيون في هذاك الوقت؟ بيان سير تندم، باسكو ديما يقول لك الندم تجي مع الاخر. انا كنت صغير شويه، كنت نحب ما نحبش نبعد بزاف على دارنا، ما كنتش نحب نبعد بزاف سورتو على ولايه سطيف. وك تعرف من بعد كي تكبرت تولي لك الندم هذيك، تقول كون قعدت فما كوراني لعبت كوراني في نيفو واحد اخر. مي الحمد لله كل شيء بالمكتوب، وانا راضي باللي راني فيه الحمد لله. يعني قبل التحاقك بالإفريقي الكثير رشحوك باش تمشي لأوروبا، لكن عبد المؤمن كل مرة نسمعك رايح لأوروبا في النهاية ما تروحش. يعني المشكلة هذا أني كنت ديجا تكلمت عليها من قبل. سيفري أنا كانوا عندي لي كونتاكت سورتو في البطولة الفرنسية ومن نوادي كبار، يعني من المكتوب، وحتى كانوا عندي مشاكل. أنا المشاكل تاعي الكبار هما مع لي ماناجير، باسكو لي ماناجير يسمعوا باللي جابوا بار اكزومبل. النهار كيما كنت رايح لموناكو كنت في كونتاكت مع واحد الماناجير، وكي سمعت هكذا خرجت في الجرائد باللي جابوا رايح لموناكو، نقول لك تقريبا واحد الخمسين ماناجير عيط لي والله. ومن بعد ولاو يعيطوا يكونتاكتوا في النادي هذا يعني ديريكت، ولاو هما اللي خلوا يعني اللي وتروا لي العلاقه مع النادي هذا، وما خلونيش يعني. شوف انه بين نقاط ضعف اللاعب المحلي اللي ما خلاتوش يتطور اكثر هي ضعف المناجر هنا في الجزائر. سي فري يعني ما عندناش دي مناجر كبار يعني، حقيقه هذه حقيقه لازم نقولها. يعني بارابور بينا وبين تونس برك، انا نعرف كاين دي جوار ما ماهمش في مستوى كبير، يعني يلعبوا يعني مستوى متوسط بصح تشوفهم يديهم دي غران كلوب يعني في الاوروب، يروحوا يلعبوا ويعني ويسلكوا بصوم كبيره فاهم كيفاه. مي هنا كان دائما المشكل تاع المناجره مطروح. المهم نعاود نرجع احنا لهشام نشوفوا ثاني سؤال له ونعاودوا نرجع. واش كان رد فعلك يعني كما طلب الجمهور الجزائري بالدخول تاعك مباشرة بعد خسارة فريق الوطني في الأول مباراة في المونديال؟ يا هشام خويا مسؤولية كبيرة، يعني الشعب الجزائر كامل يحبك تلعب، يعني ماهي سهلة، هي مسؤولية كبيرة. باسكو ايماجيني توا تلعب وما تلعبش مليح، ولا ما تدونيش في التيران، ولا يعني كان عليا الضغط كبير. سورتونا يعني بعد الماتش جوست تاع لا بلجيك، يعني جاني المدرب وقال لي وجد روحك الماتش الجاي.
سما كان انك راح تدخل سما كنت على بالي بلي رايح نلعب وكان عليا الضغط كبير فاهم سما الشعب كامل اللي يعيط باسمك والناس كامل تحبك تلعب سما لازم تكون عند حسن الظن تاعهم والحمد لله يا ربي يعني اللي لعبت وكنت عند حسن الظن تاعهم الحمد لله على ذكر هشام اسمه تردد مؤخرا في وفاق سطيف يعني كمرشح محتمل لوفاق سطيف هل تشوف انه يقدر يسير الفريق هذا بينسير يقدر على ما يقدرش يعني هو بالك كاين ناس ما تعرفوش هو ديجا اونسيان جوار في نادي وفاق سطيف هو لعب معايا ديجا في الكاتيجوري يعني هو صاحبي ملي كنا صغار سيفري صاحبي مي يعني عنده انا على بالي به بلي اسمه يقدر بروكوبا يعني يكون رئيس وفاق سطيف شوف ان الكره الجزائريه يعني خاصه الانديه دي في حاجه النفس الجديد في حاجه الرؤساء الجدد بينسي رؤساء جدد صورته هو يعني جان مازال جان مازال صغير وانا على حساب واش نحكي معاه يعني عنده افكار يعني يعرف كيفاش يفكر على بالو واش راهو يدير نظن باللي يعني يقدر ان شاء الله يكون رئيس وفاق سطيف بيان سير ناس توقف معاه وناس تعاونوا برك بروكوا با يقدر يكون في وفاق سطيف عبد المؤمن يعني للاسف يعني الجزء الاول من هذا الحوار نتاعها راح نتلاقاو معك في الجزء الثاني الاسبوع القادم يعني نشكره كثير والشكر موصول ايضا لمشاهدينا الكرام اللي نلتقي في العدد القادم نترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.